من واقع المصري. لسنا ضد الحكومة، فكلنا ممثلون في هذه الحكومة. تلفزيون الجزائر. نحن موجودين هون لانه الحكومه عم تسعى انه تجمد رواتب الموظفين والمعلمين لاكثر من 20 و21 سنه، وبالتالي هذا نوع من اعتراض على فك سلسله الرتب والرواتب من الموازنه العامه ومنع الموظفين من الاستفاده، وبالتالي هي صرخه أو أولى وسيتبعها صرخات ثانية ومتلاحقة من أجل إقرار هذه السلسلة اللي بتحفظ حق كل قطاع بموقعه. هذه هيئة تنسيق نيابية، يعني الحركة النيابية، ولو فيها أحزاب بس الحركة النيابية بداخل الأحزاب تعترض على أحزابها. يعني هلا بتشوفي كل القيادات النيابية المنتسبة للأحزاب هي تعترض على سياسة أحزابها اللي ما عم تطرح السلسلة واللي ما عم تدافع مثل ما عم يدافعوا النيابيين عنها. بدي ارجع كرر ندائي لكل الزملاء الواقفين بالساحه هون. المؤسف انه هيدي السلطه بكل اطرافها هي سامي ادانا، وخاصه بالمواضيع الاقتصاديه والاجتماعيه وحقوق الناس والعمال والمزارعين والاساتذه والمتعاقدين والميومين والأجرة وعلى الساعه وكل، وموقفين بمال ثاني عمليه التوظيف نظرا نزولا عن املاءات صندوق البنك الدولي وصندوق النقد للي بدل ضرب كليته هاي السياسي والامعان الماشيين فيه لضرب الدولة وبنية الدولة وضرب الوظيفة العمومية لصالح الخصخصة. لذلك هيدا الشيء اللي ما بنستغرب انه الهيئات الاقتصادية يكونوا ضد تحرك المعلمين وضد سلسلة الرتب والرواتب، هن بالاساس ضدنا نحن كعاملين بالقطاع الخاص لانه نحن بنمثل الاتحادات النيابية بالقطاع الخاص، ولكن حتى اتطاولوا حتى على موظفين القطاع العام. يعني عودة حيتان المال واللي أدواتهم بالسلطة، وللأسف بطرفي السلطة متفقين على هالموضوع. نحن ضد زيادة الضرائب على الفقراء والمعسكرين، نحن مع زيادة الضرائب على المتمولين وعلى الأملاك البحرية وعلى كل شيء عم ينصلب، وعلى البنوك وعلى كل هؤلاء المستفيدين الأخطبوط المالي بالبلد. يعني المعتر اللي بده يزيدوا له من مال ويضربوه من مال، أكيد نحن مش مع هالشيء، نحن مع حقوق الشعب ومع ضمان الشعب ومع أمان الشعب واستقراره المالي، ومع يعطوا حقوق كل العالم من متعاقدين ومن متقاعدين ومن موظفين إداريين والكل، يعني لأنه بالآخر وفي الجيش وفي الدرك كله هيدا أنجع بيعيش بالحد الأدنى اللي هو 650,000، أنجع بيطلع خبز للعالم. تكاريسنا هذا اليوم لسماع هذا النشيد، ولكننا أنشدناه هنا ليست وقفة ضد العار،